من قصة مسار الورقة دلوقتي في حالة الوش. القصة بقى الأحسن من كده إنك أنت تفهمها في الوش والضهر. في حاجة حصلت دلوقتي، بص الورقة عرقت إزاي؟ خدت بالك؟ عارف الورقة عرقت ليه؟ لأن أنا سحبتها من السخان وهي مايلة. الورقة لو مايلة وداخلة ما بين رولين مكبوسين تعمل التعريقات دي. فأنت لما العميل يقول لك الورقة دي بتتعرق، عندك احتمال من اتنين: يا التعريقات دي تبقى رطوبة وبتعمل كده لما تخش السخان عشان الحرارة، يا إما التعريقات دي نتيجة إن في ميل بيحصل في الورقة فبيحصل نتيجتها التعريقات اللي موجودة في الورقة، التكسيرات دي. حلو الكلام؟ يأكد لك إن هو ميل في الورقة إمتى برضه؟ لما يكون التكسير جاية من نص الورقة لأخرها، مش من أول الورقة فوق. لو التكسيرة بتيجي من أول الورقة اعرف إن دي خشونة في المسار، وخصوصا في جيدات السفاح. تمام؟ تعمل لك التكسيرة من الأول للآخر. إنما التكسيرة لما تيجي من النص للآخر دي نتيجة يا إما فرق كبس، يا إما يعني مثلا ريجستريشن صوصتك هنا كبسة كويس وهنا لا، يا إما الورقة مايلة وفرق الكبس بيميل الورقة. حلو الكلام؟ زي الفل. يخلي الورق يطلع بسرعه ولا لا؟ الله ينور عليك. ولو الورقه مالت ايه اللي هيحصل؟ هتعرق. تمام؟ يعني العميل ما يقولناش كده ونقعد نبص ايه ده؟ منين؟ انت منين؟ واصله؟ عارفين المنتهى من اللي احنا بندور عليه فين؟ ونشوف انه رول اللي بيعرقها، نعرف كده ازاي؟ احشرها. احشر الورقه قبل ما تخش على السخان، يبقى الريجستريشن، وبعدين الرول اللي يعرق الورقه كده يبقى رول على بعضيه زي رول السخان زي ريجستريشن. فانت بتدور عندك متهم تحت ومتهم فوق، دول اقوى متهمين يعملوا القصه بتاعت التعريق. طب الورقه ممكن تكون مالت من غير ما يكون في فرق كبس؟ امتى؟ لما يكون الحدود بتاعت الدرج واسعه وفي مساحه ان الورقه تميل. ايه اللي بيحصل؟ هي مسحوبه مايله اصلا فدخلت مايله على الرول عرقت. ولو الرول في فرق كبس هو اللي هيميلها فهتعرق. حلو الكلام؟ عسليه؟ قلت لك والله الكايت قسما بالله. تمام يا رجاله؟ فخرجنا الورقه في خلال مسار وش القصه، وتركز معايا من دي لما بعديها ان انت بتكتشف صح. ما تستسلمش للمكنه وشكلها. شكل اللي قدامك ده بيخدم مهمه، شوف المهمه وهي بتتم قدام عينك ومين اللي المكونات اللي موجوده في المهمه بتاعتك دي انت اكتشفت. خلصت؟ تمام؟ ومحدش ينسى الجايدات، اعملوا حساب الجايدات وانتوا شغالين. تمام؟ زي الفل. هنقفل بقى المسار بتاع الجثه دي، بس قبل ايه هنتعرف على الباب ده بتاع الـ MBD اللي هو شايل المسار بتاع الوش والظهر. تمام؟ وبعد كده نخش على ال 22 ونقارن المسار ده بالمسار ده. تمام؟ ونشوف ايه التطور اللي ممكن ان شاء الله هنبتدي الكورس العملي في الموديلات الاسود وفي الموديلات الالوان. هنتعلم ازاي نفك ونركب المكنه دي بالكامل، نجيبها على الشاسيه ونرجعها تاني. اللي احنا بنعمله دلوقتي بنحفر مكان في الذاكره بكل مكون موجود في المكنه، وامثل طريقه نحفر بها مكان في الذاكره ان انت تفك وتركب وتتزاول في الفك والتركيب. لو نجحت في انك انت بعد يومين او بعد 3 ايام ايدك تبقى ناعمه في الفك والتركيب في المكنه دي، كده خلصنا كورس الاساسي: فك وتركيب ثم فك وتركيب ثم فك وتركيب. ناخد فاصل لا يزيد عن ربع ساعة، ولو عايز تتبسط وتتعلم خلص اليوم ده هتلاقي نفسك اللي جاي أسهل من اللي رايح بكتير. توكلنا على الله، يلا بينا.